حياكم الله مشاهدي قناة زاكروس الفضائية. نتواجد في منزل الفنان التشكيلي كاظم العبادي، حيث يعتبر فن الدعك على المعادن من أقدم الفنون التشكيلية والمنقرضة في العراق، حيث شارك في العديد من المعارض داخل العراق وخارجه. للمزيد من التفاصيل ابقوا معنا. يسعد صباحك ابو سير. الله يسعد صباحكم بالصحه والعافيه وحياكم الله. حدثنا اليوم عن فن التشكيلي بالدعك على المعادن. في الحقيقه الفن التشكيلي اللي هو شامل فنون كثيره، الرسم والخط والنحت والزخرفه والمعادن، اني مختص فقط بالدعك على المعادن او بصوره عامه الفن على المعادن. الفنون اللي اختصت بالمعادن طبعا قديم، خاصه الطرق والدعك والنحت والحفر في المعادن قديمة جدا، لكن بسبب الظروف، بسبب الأوضاع، ما أعرف شنو الأسباب، كثيرة جعلت من هذا الفن ينقرض نهائيا. يعني خاصة كان العمل فيه على النحاس، والنحاس حاليا شيء نادر أو غالي ومن الصعوبة العمل به، فأسباب كثيرة أدت إلى إهمال هذا الفن بصراحة. فمن خلال ملاحظتي لهذه المشكلة اللي بصراحة تعتبر مشكلة، لأنه فن جميل جدا لكنه لا يوجد منه إلا اللوحات القديمة جدا، فحاولت قدر الإمكان أعيد هذا الفن من جديد. النحاس غالي، اضطريت أن أعمل في المعادن المتوفرة بالأسواق، وهو البليت الموجود بالسوق دخله في فرن خاص لأنه ما ينشغل عليه، صعب فرن معين أعطي درجة حرارة معينة يتغير من طواعيته، ونفذت عليه أعمال كثيرة اللي حسب ما لاحظت الأعمال، وطبعا نجحت الفكرة. ونفس الوقت حاولت أن أجهز الألوان، لأن المعدن صعوبة يتلون ومو كل صبغ يصير عليه، أحول من لون المعدن العادي إلى اللون النحاسي أو اللون الأصفر أو اللون اللي شبيه باللون الذهبي. بداياتك أبو سيف يمتى بديت بهذا العمل؟ بصراحة أنا خريج معهد إعداد المعلمين أولاً، قسم التربية الفنية الأول على القسم بوقته، واشتغلت سابقاً بالمعهد، درسنا دراسة يعني أكاديمية. فترة كورونا بصراحة يعني كان عندي مجال كثير، وقلت خلنا أحاول أعيد هذا الفن. بصراحة أنا أعشق هذا الفن، أحبه لأنه مشتغل لوحات قديمة ومعتز بها، فحاولت أعيدها من جديد بالمواد والخامات الغير متوفرة قديما. يعني تختلف المواد اللي أشتغل بها، خاصة العدة مالتي ماكو عدة، العدة اللي هي الأقلام اللي أشتغل بها أنا جهزتها وحسب العمل اللي أريده. نعم. مشاركاتك خارج العراق وداخل العراق؟ مشاركاتي كثيرة طبعا، من يعني صار لي حدود 5 سنوات من بديت بهذا المشروع. داخل البلد كثير معارض ومهرجانات، منها مهرجان لقاء الأشقاء العرب في بغداد ومؤسسة عشتار، والكثير من الفنون اللي كانت في المحافظة المثنى، وكذلك في الدول العربية. نعم. أول لوحة رسمتها؟ أول لوحة رسمتها أنا وبنتي، هاي اللوحة الموجودة أنا وبنتي، وبعدين أنا وابن ابن ابني، هاك بداية، وبعدين توسعت في العمل. المواضيع اللي تم تنفيذها ودعكها على المعادن؟ نعم، طبعاً المواضيع متعددة، اشتغلت كل المواضيع، مواضيع دينية، آيات قرآنية، مواضيع اجتماعية تعالج الحالات الاجتماعية في البلد، مواضيع تقريباً سياسية، مواضيع يعني متشعبة ومتنوعة، ما خليت موضوع ما اشتغلته بصورة عامة. يعني الجوائز اللي حصلت عليها؟ كثيرة جوائز، منها الدروع ومنها الشهادات التقديرية ومنها
كتب الشكر ويعني كثير شغلات حصلت، القلادات الذهبية والبرونزية. شكرا جزيلا أبو سيد، حياكم الله وشرفتونا، أهلا وسهلا.